تقضي فكرة، وهو أن الشعب الجزائري كما في البرمي نوفمبر كما اليوم قادر باش يعني يتعدى كل الصعوبات. ومن رحم هذا الشعب ولد البطل المجاهد السي الطيب الوطني الرئيس الراحل محمد بوضياف، لقب أطلق على أحد كبار رموز الثورة وقادتها ومفجريها، مجاهد فذ وقف في وجه أعتى القوى الاستعمارية فرنسا الغاشمة. ابن المسيلة رمز الوحدة الوطنية والروح الثورية النوفمبرية، نادته الجزائر فلبى نداءها ليترأس مجموعة 22 التي فجرت الثورة التحريرية الجزائرية، ولم يتخلف عن نداء الوطن الحبيب وشعبه في أحلك الظروف والأزمات، فكان نبراسا للحرية ومبعثا للشجاعة والأبوة والوحدة الوطنية. رحل الرجل تاركا تلك الروح الأبية الشامخة شموخ الجزائر الصامدة القوية.